السلام عليكم، الاسم ديالي أيمن من المغرب، بالضبط الدار البيضاء. أنا كنت طالب عند الأستاذ ناصر في كامبريدج أكاديمي، الأستاذ اللي كان ليه الدور الكبير في تعلم ديالنا اللغة الإنجليزية. ومن هذا المنبر كنبغي نشكره، وكنبغي نشكره بزاف حيت كان كيعطينا اللغة الإنجليزية كاملة بطريقة سهلة ومفهومة، ودغيا كنطبقوها، دغيا كنتعلموا ليها. وحنايا كنا بزاف في لا كلاس، ومع ذلك كنا كاملين كنكابطيو لانفورماسيون وكنتعلمو دغيا. من هذا المنبر كنبغي نشكرو بزاف. كنبغي نشكرو اول حاجه على الثقه اللي منح لينا، حيت دار فينا الثقه، وقال لنا اول مره تلاقينا قال لنا نتوما غادي واحد الوقت غادي تقدروا تدوا بالانجليزيه بسلاسه. هادشي اللي كاين، وهذا هو هادشي علاش كنبغيو نشكروه بزاف، حيت من قبل ما نعرفوه كنا كندويو بالانجليزيه بواحد الطريقه اللي غير لائقه، وطريقه اللي عاديه جدا. مني عرفناه ودوزنا عنده السنه الدراسيه لقينا كاين واحد التغير اللي باين، والتغير اللي واضح، كيفاش قدرنا اننا كما كنقولوا امبروف اور انجلش. صافي، هادشي علاش. وشكرا بزاف، وكنتمنى من الله يرفع عنا هاد الوباء ورجعوا للحياة العادية ديالنا.